بسم الله الرحمن الرحيم ولطريق مدينة سطات. الآن احنا في مستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات، احنا أمام باب المستعجلات داخل المستشفى. احنا الآن هذه السيدة تلاحظوا بأنها منشورة في الأرض تتألم، ما كاينش هادشي هناك، تلاحظوا معايا ما كاين حتى شي حد، أصحاب البدلة البيضاء لا نرى منهم أحد، فقط أناس من جمعية مدنية بمدينة سطات يطالبون بحق هذه العائلة. إذا السلام عليكم شريفة، شنو الاسم ديالك؟ إيمان ضعيف. شنو مشكلتك؟ شنو المشكل ديالك؟ مشكل عندي القلب كنت وقف. أها، وشكون اللي معاك؟ شكون اللي جا معاك؟ معايا راجلي وعدو وسي. أها، راجلك فين هو؟ راجلي ضربو سيكيريتي وداه البوليس. هكاك. أها، وشنو مازال المشكلة ديالك؟ ملي جيت أنا كنهضر معاهم دفعوني طيحوني مع الدروج. وشكون اللي دفعك؟ دفعني السيكيريتي. صافي، إذا الآن كيف ما كتشوفوا معايا، حاولت دائما ما كتدخل الإدارة بشكل من الأشكال باش تصلح الوضع ديال سميتو. كيف ما كتشوفوا هذا بث مباشر كان نديروه من داخل مستشفى الحسن الثاني، وذلك في إطار النهوض بهذه الأعمال الدنيئة وسوء الأدب والأخلاق الذي يتعاملون به مجموعة من الناس مستعملين أو المستخدمين داخل شركات معينة، وهم في مستوصفات عمومية أو مستشفى عمومي إقليمي، وكيتعاملوا مع الناس بطريقة وحشية، بطريقة ما كيراعيوش فيها الناس وشنو المعاناة ديالهم. كيف ما كتشوفوا معايا هنا، هاي السيدة منشورة في الأرض، ما كاينش اللي كيعتني بها، ما كاينش اللي كيتسوق لها. إذا في إطار البث المباشر وللطريق مدينة سطات دائما لنشر الخبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.